هنتكلم مثلا لو فيلم هيتكلف 100 مليون وانت شفتيه بعين المبدع والمهني ان ده يتكلف 10 مليون والصوره على الشاشه تقول يا نهار اسود انت جايبه مثلا 10,000 كومبارس. عارف الكومبارس بياخد كام النهارده؟ اقل حاجه يعني اقل واجب يعني 300 جنيه وبريك وحاجه زي كده. لا في حلول اخرى يعني قصدي ان الفيلم يتشاف يقول لك الصوره بتديني 100 مليون ودي انا جربتها. يعني انا في ونيس الناس قالت ايه ده متكلف ده ونيس متكلف لما الوزير انس الفقي طلبني 2009 وقال لي انا عايزك تكمل ونيس. قلت له التلفزيون المصري برافو انا عملت ده مع ارتي وكنت توقفت بعد وفاة سعاد نصر رحمه الله لان ما مش عايز اعمل التركيبه اللي بيعملوها يجيبوا حد مشي او اعتذر فيجيبوا ممثلة تانية ويبدا الناس تعيش معاها مش هينفع مع ميسا او مع تركيبه الاصول نو واي يعني. فاخدت قرار لا يعني لا لما عملت الجزء السادس قلت لا انا بكرم سعاد لازم اشوف ونيس ده من غير سعاد يعني من غير زوجه يعني مش هجيب واحده تكمل لا طب هو هيعمل ايه؟ تبص تلاقي المسلسل هي موجوده كل الدراما اللي ماشيه وهو بيعلم احفاده كده سعاد موجوده ميسا. فقال لي انا عايزه 60 حلقه يعني الحلقه نص ساعه والجزء 60 حلقه فهنتفق على 240 حلقه. قلت له تعملوا المسلسل بكام؟ ده فاكت ده حقيقي يعني. قال لي يعني من 18 ل 20 مليون. عايزينك بقى انت عشان تساعدنا عايزين نبدا فيه وكان اسامه الشيخ. قلت له تمام ايه؟ انا كان اجري انا ونور الشريف وياها الفخراني 6 مليون في المسلسل. ده 2009؟ 2008 2009 يعني ابتداء من 2008 نور الشريف كان بيكلمني يقول لي صبحي هترفع؟ فجيت المره دي قلت له لا. قال لي برافو عليك ولا ف قلت له انا اجري 6 مليون. طب انا لما اخد انا اجري المسلسل 60 حلقه يتعمل بكام؟ ب 12 مليون؟ حد يصدقها؟ قال لي لا طبعا. قال لي طب يعني نحاول؟ قلت له لا انا هقول لك بقى لو انتوا صادقين والحقيقه. قلت له بس انا الجزء الاول مكتوب. قال لي كويس. قلت له بس هو ضد التوريث. وسكتنا. فقال لي اوكي. قلت له اوكي يعني متوافق على ده في التلفزيون؟ قال لي ايوه احنا عارفينك انت راجل بتفكر كويس وكده ومش هتهين حد لو هتقول رايك الدرامي. قلت له اه لا انا مش هشتم حد انا بقى عندي حفيدي نفسه يطلع رئيس جمهوريه احبط لما سمع ان في توريث بس جوه الدراما بقى. قلت له انت عارف عقدي في اسامه الشيخ؟ قال لا ده احنا حافظينه عشان هو اتعامل معايا اسامه الشيخ ان في بندين شرط جزائي قاتل لو اتلغى صوت اتقفل صوت في جمله او اتحذف مشهد من غير موافقه كتابيه مني وانا اللي اعملها فنيا لو وافقت. الثاني عدم قطع المسلسل باعلانات. طبعا الفنانين كلهم بيفرحوا زي الترند ما كانش بقى ترند بس يقول لك ايه المسلسل الفلاني جايب اعلانات جامده. ايوه هو بيقطع لك كل مشهد اعلانات وانا شايف ان ده امتهان للصوره وامتهان للبتاع. فالمهم يعني وافق. قلت له عارف بقى انا هعمل المسلسل بكام؟ الجزء بكام؟ قال لي بكام؟ قلت له ب 12 مليون. قال لي ازاي؟ قلت له انا باخد 6 هاخد 2 بس. هاخد تلت اجري عشان اعمل اللي انا نفسي فيه واللي على مزاجي. وال 10 مليون هعمل بيهم 60 حلقه. يا اخي اقروا التترات. اقروا تترات المسلسلات. كل فنان معاه جروب من 7 أو 10 بودي جارد وكوافير وماكير والسواق بتاع الفنان واللي ماسك له الموبايلات ولا ده حقيقي ومساعد طبعا ومساعد وبعدين بينزل في التترات كل نجم كده يقول لك محمد صبحي الوحيد في مصر. شوف انا عملت فوق ال 21 مسلسل 28 مسلسل كويس. نو واي ممثله تيجي تقول لي انا جايب الكوافير بتاعي اصل عارف شعري انا ماليش شعر خلاص امشي انت وشعرك
مهما كانت نجمة. اقول لا، ده من حق المخرج يقول شعرك يتعمل ازاي، وهو يكلم كوافير واحد للمسلسل وماكير واحد. حد يقول لي هجيب لبيس وادفع له فلوس، انا اللي هجيبه. اقول لا، ممنوع تواجده في لبيس داخل المسلسل، هيبقى مسؤول عنك وعن ملابسك وكده. لما حطيت الاسس دي انا ما لقيتش اي مشكله عندي، لانك انت الجيش ده احسب بس البريك بتاعه، لا احسب البريك مش اجور. انا منتج قاعد يعيط لي، كان في بيصور في سنبل مش ليا يعني، فبيقول لي في ممثله معاها 7 انفار بياخدوا اكتر منها، يعني لما بياخدوا اجور باليوم هم بياخدوا اكتر منها. فهنا لما بنتكلم على سينما فقيره، مش معنى ان السينما هتبخل بالانتاج، لا، بس في مشهد يتكلف 1,000,000 وفي 10 مشاهد ما تكلفوش 1,000,000. هي دي عبقريه الفنان، انه عايز هيوصل الصيغه ازاي، ولازم يبقى فيها المتعه.